أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض أتخذ وليا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.